تونس وسيادة السفير إيهاب فهمي سفير جمهورية مصر العربية في تونس. سيادة السفير ازيك يا فندم؟ اهلا بحضرتك يا فندم. ازاي سيادتك؟ اخبار حضرتك ايه؟ ان شاء الله اكون بخير الحمد لله. كمان حضرتك لسه صاحي طبعا لغايه دلوقتي يعني ولا لا طبعا ما احنا شفنا استقبال شفنا الفيديو كابتن محمود الخطيب والبعثه وكان يعني كنا مع كابتن مدب رئيس نادي الترجي يعني في لفته كريمه من جانبه يعني حرص على ان يكون في الاستقبال ايضا وكان حفاوه وتقدير كبير للنادي الاهلي ورمز النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب والمصر طبعا. يعني استقبال احنا لسه شايفين الفيديو وشايفين استقبال سيادتك واستقبال رئيس نادي الترجي استقبال محترم وكبير وحافل ودافئ يعني يليق الحقيقه بقيمه الشعبين الكبيرين سواء المصري او التونسي او الناديين الكبيرين الاهلي والترجي. طبعا بيليق كمان يعني بالنادي الاهلي العريق وطبعا ان شاء الله متطلعين لمباراة يعني شيقة ما بين ناديين من أكبر الناديين في دولهم وفي إفريقيا. صحيح. وإن شاء الله يستمتع الجمهور المصري والتونسي بمباراة يعني ونتمنى الفوز بإذن الله للنادي الأهلي. إيه الأخبار يا فندم عند حضرتك؟ يعني أخبار تونس إيه والصحف التونسية بتقول إيه عن هذه المباراة والأجواء عاملة إيه بشكل عام؟ كل حاجة إيه الأخبار؟ طبعا الاجواء كله بيتطلع لهذه المباراه الهامه لقاء قمه زي ما انا قلت لحضرتك و يعني هناك حرص من كل الجماهير سواء النادي الترجي والمشجعين النادي الاهلي اللي اكيد توافدوا الى تونس الخضراء الحبيبه وان شاء الله يعني نشهد مباراه شيقه في اطار ودي وفي اطار تنافس يعني ودي ما بين دولتين شقيقتين وناديين كبار. سيادة سفير سمعنا ان دخول المشجعين المصريين الاهلاويه سيكون بالباسبور فقط، هل هذا الامر امر صحيح ولا لسه لم يتم اعلانه؟ خلي الحاجات ديت يعني لاداره النادي الاهلي يتحدثوا فيها. تمام. لانه ده بيتم بالاتفاق ما بين الناديين والاتحاد الافريقي. صح. والاتحاد الافريقي والسلطات التونسيه وانا بتوجه من خلال حضرتك يعني بجزيل الشكر والتقدير لما بذلته السلطات التونسيه يعني من جهد لتوفير كل سبل الراحه والتامين للبعثه بعثه النادي الاهلي منذ الوصول الى وصولها للفندق خلال فتره اقامتها باذن الله. هو فندم البعثه وصلت الفندق ولا لسه في الطريق؟ وصلت الفندق واستقر. الفندق قريب جدا من المطار. قريب. وصول الفندق معانا على الهواء، هو اصل لسه جايبينه على الهواء. من افضل الفنادق واكثرها تامينا ويعني احنا في بلدنا الثانيه تونس يعني. طبعا يا فندم الحمد لله على ما يرام. ولكن وجود الكابتن خطيب واعتقد زي ما حضرتك قلت اللفته الطيبه بوجود رئيس نادي الترجي اعتقد يا فندم طبعا اعتقد ان كابتن محمود الخطيب ده رمز مصري كبير. نعم. ويعني الجميع بيقدره وبيحترمه وكان طبعاً. هناك يعني حوار ودي ما بينهم وقد ايه هناك يعني تقدير كبير لشخصه وموهبته اللي يعني أسطورة مصرية كبيرة الكل بيعتز بيها وبيفتخر بيها سواء في مصر أو في تونس. يعني يا فندم أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا ودائما السفارة المصرية تكون متواجدة في استقبال كل بعثات النادي الأهلي في تونس وفي كل العواصم العربية أو الأوروبية أو في أي مكان في العالم. شكرا جزيلا لسيادة سفير إيهاب فهمي سفير جمهورية مصر العربية في تونس.